ازيك ازاي يعني؟ لا، من لا لا الناس اللي تعتمد عليهم راجل عندك خلص مشكله. الشغل، راجل مخلص وفي الاصدقاء، راجل وجدع جدا. انا ما اعرفش هو اهلاوي ولا زملكاوي، مش هقول يعني، بس نجم موروث ها يعني، هو وارث طبعا. الجدعنه والفروسيه وكل حاجه الحقيقه، هو نعم في جميع المجالات هو صديق وحباب لكل الدنيا، طبعا. عشان كده هو احمد السقا والناس بتحبه، واحنا مستنيين يا كسقا بقى عشان نشوف هتعمل ايه مع ربيع ياسين. طيب التليفون رجع، خلينا ناخد النجم الكبير احمد السقا. ازيك يا نجم؟ فرحين فتح الاسلام، كابتن شريف، كابتن ربيع، ازي حضراتكم؟ حبيبي حبيبي، منورين الشاشه ما شاء الله، لا قوه الا بالله، حاجه تفرح الله اكبر، ما شاء الله ما الله شاء الله. يخليك. يعني سعداء بان احنا نسمع صوتك الحقيقه في هذا الظرف الرائع الحقيقه، وهذه الاحتفاليه زي ما قلت لحضراتكم قبل كده. يعني احمد السقا واحد من الناس القريبه جدا من قلب كل المصريين، فيكون ان هو يكون معانا النهارده، اعتقد ان ده يعني سعداء جدا بهذا الشرف ان هو يكون شايف معانا الماتش النهارده ازاي؟ شايف النجم الماتش الكبير احمد ازاي؟ السقا. شفت الماتش ازاي يا كابتن احمد؟ اولا بشكر حضرتك كابتن اسلام على كلامك البديع ده، بعيدا عن العلاقه الانسانيه، ربنا يعلم ان في دروب في دروب. انا طبعا بأشرف ان انا مع حضرتك على قناه الاهلي على هوا دلوقتي. ربنا يخليك. انا شايف الاحتفاليه ازاي، اسمح لي، انت عارف طبعا بعشرتنا القديمه انا بيبقى ليا شويه مصطلحات كده انت بتستغربها وتجيب. انا شايف انها احتفاليه في منتهى الذكاء، لانها احتفاليه تخص مصر في المقام الاول، تخص المنطقه العربيه في المقام الاول، تخص ظروف اللي بنمر بيها، قد تكون ظروف يعني فيها شويه شجن او حزن والى اخره. الناس اللي كانت قاعده في المدرجات دي كلها النهارده ده مش موجود اي بس، كلنا كنا قاعدين، اهلي وزمالك واسماعيلي واللي جاي من السعوديه واللي جاي يعني صاحب هذا الاقتراح وصاحب هذه الاحتفاليه بجد، او المسؤولين او القائمين بجد، احتفاليه في منتهى الذكاء وتصدير رساله. خط قطع ولا ايه؟ خط قطع. السقا معانا يا جماعه ولا الخط قطع؟ فصل. طب حاولوا تجيبوه لنا تاني، لان يعني زي ما قلت لحضراتكم السقا من الرياضيين يعني دايما. له كلام مهم جدا كمان. نعم. الحقيقه جمع الشمل كله مع بعض، وجمع الرياضه وجمع العرب وجمع الدنيا كلها في كلمتين. والحمد لله مصر دايما سبقها ان هي ليها الوجود. نعم. وليها التجمع ده كله. وبنشكر فعلا كل الناس اللي كانوا قائمين على هذا اليوم، وان شاء الله تبقى خربشه تروح بقى والدنيا ترجع تاني يا رب ان شاء الله. لا دايما سنعاني، دايما كل البلاد بتعاني من الارهاب، وكل البلاد يا كابتن ربيع بتعاني. طيب رجع لنا مره اخرى الاستاذ الكبير النجم الكبير احمد السقا، اتفضل يا احمد. عموما انا بس بشكر القائمين على الاحتفاليه، لان اللي حصل النهارده انا بسميها احتفاليه ذكيه، احتفاليه بجد. حضرتك من شويه كابتن اسلام كنت بتقول شوفوا منظر المدرجات وهو فاضي، الدوري بيتلعب كده، ما هو هو نفس الجمهور اللي بيقعد. واعتقد يعني احتفاليه والثانيه والثالثه زي دي حضرتك هنرجع عادي جدا 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 جدا. احنا شعب بنحب بعض، وشعب بنحب الكوره، ولو معلش دي كلمه الاهلي والزمالك، حضرتك كابتن اسلام مدرك انا اعني بيها ايه؟ اللي احنا شفناه النهارده ده مصر بتلعب، زي ما شفنا مثلا مصر وهي بتلعب كان في فوق 100,000 واحد. اللي حصل النهارده ده انا بتوجه بالشكر للقائمين عليه، لانها رساله جدا جدا ورساله في منتهى الذكاء للعالم. والماتش ما كانش بجد، الماتش ما كانش هزار، الماتش كان بجد، الماتش كان فيه لعب بجد، كان فيه اسماء بتلعب بجد، مجموعه اللعيبه اللي كانوا مديين شرف على الماتش لعبوا بجد، ريال مدريد لعبوا بجد. حضراتكم بدليل ان حضراتكم يعني مستفيدين في التحليل، يعني كان في تكنيك وكان في تكتيك وفي شغل حاصل على ارض الملعب. انا فرحان وسعيد، مش قادر يعني اعبر عن فرحتي. حضرتك بص منظر الجمهور على الشاشه عامل ازاي، هتلاقي رفع علم الاهلي واللي رفع علم الزمالك، رفع علم الاسماعيلي، واللي جاي في السعوديه، واللي ودي 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 احتفاليه في منتهى الذكاء. ارجو انها تكون رهاصه لعوده لم شمل الجمهور المصري تاني ان شاء الله في المدرجات، لان حاجات بسيطه جدا بتجمعنا، ابسطها واجملها وصعوبتها في سهولتها هي الكوره. الكوره من الحاجات اللي جمعتنا، اللي ما خلتش فيه اختلاف في ايديولوجيات، اللي ما خلتش فيه اختلاف في فكر. احنا كلنا تحت رايه مصر بنتجمع يا فندم. فالنهارده الاهلي كان بيمثل مصر، ومش بيمثل مصر بس، كان بيمثل مصر وبيمثل الدول العربيه الاخرى. اشكركم على هذه الاحتفاليه الذكيه، واشكر اللعيبه اللي ادوا في الملعب اداء مشرف جدا جدا جدا. بس اقول له صالح يخلص الكوره بسرعه من غير ما يتحرك، بس يطلع الكوره بسرعه من غير ما يتحرك.
انا اللي بشكرك جدا يا ساقة، ولكن قبل ما اقفل معاك قول لي يعني تتمنى برضو تشوف مين في احتفالية قريبة، مين فريق يعني بيلعب في العالم كله تتمنى تشوفه ان هو بيلعب النادي الاهلي خلال الفترة القادمة؟ خلال السنة لو هتكلم الاهلي لعب كل الفرق، الاهلي لعب مدريد ولعب برشلونة ولعب عايز امستردام ولعب اتلتيكو مدريد نفسي اقول لك نفسي في ايه الصراحة، بس هو حلم وما تستغربوش، حلم متواضع. انا نفسي في ماتش ودي رسمي، ما اعرفش يتحط تحت ماتش ودي رسمي، ما اعرفش يصالح ازاي او يتحط له صياغه ازاي، ما بين الاهلي والزمالك بجمهور خارج اطار الدوري وخارج اطار الكاس، وداخل هذا الماتش يروح بقى لاعمال خيريه، يروح لصالح شهداء، يروح لصالح ناس ضحت مننا فينا. ماتش اهلي وزمالك بجد بس خارج الاطار الرسمي، بس جوه الملعب هيبقى بجد. ساعتها اقدر اقول لك في حاجات كتير هتتغير، فكره قد تبدو بسيطه وقد تبدو ساذجه ولكنها والله صدقني ممكن تحقق كتير ان شاء الله. اشكرك يا ساقة على وجودك معانا، والحقيقه دايما انا ببقى سعيد بصفه شخصيه ان بيبقى معانا نجم كبير زي احمد الساقة الحقيقه، ودايما له اراء ودايما له كلمات كده بتظل دايما محفوره في قلوب كل المصريين، يظل دائما نجم كبير. ها اتفقناش على الماتش بعد البتاع نكلمه على طول، اسلام هجيبه لك يوم الثلاث ان شاء الله، هتستعجل على ايه؟ على طول. اشكرك يا نجم يا كبير، ودايما الحقيقه كلماتك بتبقى دايما تظل دائما في قلوب كل المصريين. اشكرك نجم الكبير احمد السقا. دي الاحتفاليه دي كاس العالم برضو اسلام يعني. طيب يا كابتن ربيع، كنا بنتكلم لسه على موضوع مؤمن ويعني كلام، او حضرتك ممكن تكمل بقى بقيه كلامك. فهو طبعا النادي الاهلي ما بيقفش رغبه اي ابن من ابنائه المخلصين المحترمين اللي هم وقفوا واشتغلوا واجتهدوا وفرحوا الجمهور وعملوا اضافات وعملوا جوانب ايجابيه كبيره جدا في عدد مرات الفوز والبطولات، فلما